In the circuit shown, the capacitor is initially uncharged. The time constant of the circuit when S is open is tau 1 and when it is closed is tau 2. Tau 1 اللي هو RC بس وهي مفتوحة السويتش مفتوح التيار بيمر كده فبيمر على R كده يبقوا 3 R 4 R يبقى R في C اللي هي 4 R في C. تاو 2 لما سويتش يتقفل يبقى التيار في اللوب دي هيمر كده طبعا في تيار هيروح هناك لكن احنا يهمنا اللوب اللي فيها الكباستور هيبقى R واحدة بس يبقى R في C. هو بيقول لي إذن ايه العلاقة بين الاتنين دول؟ التاو 1 على التاو 2 نقسم ده على يطلع 4 اذا التاو 1 4 تاو 2 او التاو 2 تاو 1 على 4 تاو 1 لا دي عكس احنا عايزين تاو 1 على 4 او التاو 1 يساوي 4 تاو 2.